الحجة الوجودية من التعريف Ontological Argument from Definition، وتعد أبسط صور الحجة الوجودية. الحجة بتعتمد على فكرة أساسية هنشوفها بتتكرر في كل صور الحجة الوجودية، وهي إن الله كائن كامل الكمال بيتمتع بكل صور الكمال من كمال القدرة، المعرفة، الإرادة، الخير إلى آخره. من الممكن صياغة الحجة كالآتي: 1. الله طبقا لتعريفه كائن كامل الكمال. 2. الوجود existence هو الكمال. 3. وبالتالي الله له وجود. إذن طبقا للحجة من التعريف، الشيء كامل الوجود اللي له كل صفات الكمال هنطلق عليه الله. الحجة بتنتقل بعد كده للفرضية التانية وبتقدم أطروحة تبدو بديهية لكنها قوية، وهي إن الوجود هو الكمال، أو بصورة أخرى حالة الوجود أفضل من حالة عدم الوجود. أحمد اللي له وجود أفضل من أحمد اللي ملوش وجود. فنجان القهوة اللي له وجود أفضل من اللي ملوش وجود. يبدو أن الأمر بديهيا، على الأقل فنجان القهوة اللي له وجود هقدر أشربه، لكن فنجان القهوة اللي ملوش وجود غير في عقلي ما أقدرش أعمل بيه أي حاجة. ومن هنا شيء كامل الكمال لكن ملوش وجود أقل درجة من شيء كامل الكمال وله وجود. وبالشكل ده بتنتقل الحجة إلى فكرة جديدة، وهي أن الوجود إحدى صور الكمال، لأن الكائن كامل الكمال لابد أن يكون له صور الكمال بما فيها الوجود، لأن الحجة أسست أن الوجود صورة من الكمال في حين أن العدم صورة من النقص، وبالتالي الله كامل الكمال له وجود. الحجة تركيبتها المنطقية بسيطة جدا، ومن الممكن أنك تطبقها على أي شيء. على سبيل المثال: 1. وسائل المواصلات في مصر طبقا لتعريفها زحمة. 2. الأماكن الزحمة غير مريحة. 3. إذن وسائل المواصلات في مصر غير مريحة. بعض النقد الموجه للحجة الوجودية من التعريف هينصب على الفرضية الأولى، وهو إن في أقل تقدير الله حسب تعريفه في الديانات الإبراهيمية طبقا للنص الديني التوراة الإنجيل والقرآن يبدو وكأنه كائن غير كامل، على الأقل من وجهة نظر الناقدين. مثلا الله بيرتاح في التوراة والإنجيل وبتخرج منظومة الكون عن وضعها من إيده، فبيضطر يغرق الكرة الأرضية بفيضان لتصحيح المشكلة طبقا للنصوص الدينية الثلاثة في قصة طوفان نوح. عارف إن الاعتراض ده مش هيعجب ناس كتير، لكن الاعتراض ده مش الأهم. الاعتراض الأهم هو فكرة إن الوجود صورة من صور الكمال، زي ما هنشوف بعد شوية إزاي كانت هينقد الفكرة دي. ده بالإضافة لإن في خط من الجدال بيقول إن الوجود مش دايما أفضل من عدم الوجود. مثلا وجود الحروب مش أفضل من عدم وجودها، دي أحداث من الأفضل عدم وجودها بالمرة. العالم أكثر كمالا من غير وجودها. مثال تاني: الأبطال اللي ملهاش وجود من الجايز إنها تكون أفضل من الأبطال اللي لها وجود، لأن البطل اللي ملوش وجود احتمال إنه مش هيتغر في قدرته، مش هيستخدم القدرة دي في عمل غير الخير إلى آخره. وبنفس الصورة يبدو إن الإله اللي ملوش وجود من الجائز إنه أفضل من الإله اللي له وجود، على الأقل الإله اللي ملوش وجود مش هيعمل أخطاء في صنع الكون وبعد كده يضطر يصلحها بفيضان. وأخيرا النقد الأهم هيركز في الإشكالية الكبيرة اللي بتكمن في استنتاج الجدلية، وهي وجود الله. علشان أوضح لك النقد ده هنرجع للعصور الأولى في الحضارة البشرية. الناس باختلاف أشكالها كانت بتعتقد إن البرق والرعد نوع من أنواع غضب الآلهة على البشر. الجدلية هتكون كالآتي: 1. البرق والرعد طبقا لتعريفهم غضب من الآلهة. 2. يوجد برق ورعد بالخارج. 3. إذن لابد إن الآلهة غضبانة. الفكرة ببساطة إن مش لمجرد إن البشر كلها اتفقت على تعريف ما إن ده هيغير من الظواهر الفيزيائية والطبيعية لظاهرة البرق والرعد، لكن الحجة تبدو متسقة منطقيا طبقا لفرضيتها الأولى. أو مثال آخر: في العصر الفرعوني الناس اعتقدت إن الفرعون صورة الإله على الأرض، وسيط مختلف عن البشر بيحقق الخلود بعد الموت في رحلته الأخيرة. الخلود صورة من صور الكمال، إذن الفرعون خالد. أكيد ملاحظ الإشكالية اللي في النوع ده من المنطق. إذن يبدو إن اشتقاق فكرة إن الله له وجود من
من فكرة إن الله طبقا لتعريفه كائن موجود فكرة خاطئة بكل المعايير. لكن فكرة إن الله طبقا لتعريفه موجود فكرة قد تكون صحيحة لكنها غير مهمة، لأن الوجود في العقل غير مكافئ للوجود في الواقع زي ما هنشوف بعد شوية.